حاجات كتيرة جدا 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 فيها سحر كرة القدم. طيب خلينا نكمل كلامنا، ولكن خلينا نروح واحد ايضا من المديرين الفنيين الواعدين خلال هذه الفتره، كابتن ايمن المزين المدير الفني لنادي طنطا. هو عنده غالبا مباراه بكره، بكره ان شاء الله مباراه مع نادي مصر. نتمنى طبعا التوفيق للفريقين، ولكن الكابتن ايمن المزين واحد من افضل المديرين الفنيين الحقيقه خلال هذه الفتره، دايما بيعمل شغل كويس مع الفرق اللي بيكون موجود معاها. كابتن ايمن ازاي حضرتك؟ حبيبي كابتن سامي، الله يخليك. وحضرتك طيب يا كابتن ايمن؟ سعداء جدا، والحقيقه سعداء بمستوى نادي طنطا خلال او منذ صعوده. الحقيقه معظم مباريات طنطا وانت قاعد بتتفرج بتبقى مبسوط. ربنا يخليك كابتن، شرف لينا وسمع على فكره الكلام اللي حضرتك بتقوله والله. ربنا يخليك يا كابتن ايمن. كابتن ايمن، في مقوله خلال هذا الاسبوع بيقول لك ايه؟ بيقول لك الدوري المصري دوري ضعيف، ايه رايك في هذه المقوله؟ لا والله ابدا، الدوري قوي جدا، مستوياته قليله جدا جدا، وهيبان الفتره الجايه لو الدوري استمر ومفيش تاجيلات كتير هيبان الفرق في المستوى مع الاستمراريه. فرق كتير كويسه، ما عادش في الفوارق الكبيره ما بين الفرق. توقعي السنه دي المنافسه على الهبوط هتبقى على شفاها، وما بين فرق كتير، وممكن المنافسه في القمه هي اللي تتحسن بدري شويه، لكن لا الدوري هيبقى صعب جدا في كابتن ايمن. طيب من الدوري حضرتك بتقول ان هو دوري قوي، وخلال الفتره اللي جايه هيحصل في حاجات تانية، لكن برضو عايزين نعرف ايه اللي يخليك تقول ان الدوري قوي؟ يعني ايه الاثباتات او ايه الشواهد اللي تخليك تقول ان الدوري المصري هو دوري قوي؟ والله يا كابتن، اداء الفرق، المستويات اللي موجوده، ما فيش حدش في فرق كبيره ما بين الفرق وبعضها. النهارده الفرق اللي لسه صاعده منافس قوي للفرق اللي بقالها سنين وصرف ملايين، المنافسه بينهم شديده جدا وقريبه جدا. النهارده عدد فرق بنقط، النهارده مفيش فرق بنقط كبير زي الاول. فتره زي دي كنت ممكن تلاقي فرق 15 و20 بنقط ما بين الخامس والفرق اللي تحت. النهارده لا، مفيش الكلام ده. يمكن انا مثلا في المركز ال 12 ما بيني وما بين اللي فوقيها بنط، ثلاث فرق اللي فوقيهم بنطين، فالعمليه قريبه. فالمستويات مع استمرار المسابقه، لا المسابقه هتشد اكتر من كده، بس هي ناقصه حاجه واحده بس. اتفضل. الجمهور، لو الجمهور رجع للملاعب هتبقى حاجه مختلفه. يمكن امبارح كان مباراه الاسماعيلي والاتحاد في الكره العربيه كانت مباراه رائعه صراحه. مباراه رائعه، والاجواء كابتن، الجمهور حاجه تفرق. صح. لا بالفعل، امبارح مباراه الاسماعيلي والاتحاد واستاد اسكندريه كله مليان. الاسماعيلي في البطوله العربيه طبعا، الاسماعيلي كسب 1-0، الاسماعيلي كسب 1-0، ولكن الاجواء كلها كانت رائعه امبارح في استاد اسكندريه. يعني الفريقين حريصين على الفوز، اداء هايل، جمهور حاجه محترمه جدا وشكل جميل جدا، سواء جمهور الاسماعيلي او جمهور الاتحاد. لا يا ريت الملاعب فعلا يرجع للجمهور زي الاهلي تاني، ما دام قادرين ان احنا نامن حاجه زي كده لازم ندخل جماهير، لازم صراحه. ناقص الملاعب، ناقص الجمهور. ان شاء الله خلال الفترة القادمة يكون الجمهور متواجد. طمنا بقى على طنطا، وطمن جمهور طنطا، ايه اللي هيحصل خلال الفترة القادمة؟ والله يا كابتن الحمد لله، يعني احنا راضيين على الأداء الفترة اللي فاتت، لكن طبعا النتائج مش زي ما كنا حاسينها أو متوقعينها، كنا نتمنى النتائج تبقى أفضل من كده شوية. سوء توفيق بلازمنا الفترة الأخيرة، بس بنقول الحمد لله الأداء كويس، إن شاء الله الفرقة تضاهي بيها يوم عن يوم. عندنا مباراه بكره ان شاء الله مع اف سي مصر، منافس مباشر لينا، نتمنى ان ربنا يكرمنا ونحقق فيها الفوز. هتفرق معانا كتير جدا جدا في الفتره اللي جايه، خاصه ان انا داخل على مباراتين بعد كده صعبين قوي، مباراه نادي الزمالك ونادي الاهلي. ف يعني دول من انديه القمه، فالمباراه مش هتبقى سهله بالنسبه لنا، فنتمنى ان احنا نحقق فوز بكره يريحنا باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن ايمن المزين المدير الفني لنادي طنطا.